خليني أبدأ بيك وأقول لك الدروس اللي انت شفتها سواء كان كمرشح أو كمصري من المرحلة الأولى واللي تتمنى أنها تتلافاها في المرحلة الثانية، ودعواتك للناخبين ان هم يحسنوا الاختيار. ولما بقولك يحسن الاختيار دي الناخب بيرد عليه يقول لي يعني أعمل إيه يعني عشان أحسن الاختيار؟ هقول لحضرتك أنا راقبت المرحلة الأولى عن كسب وطلعت منها بمجموعة من النتائج. أولا فيها ظاهرة سلبية وهو عدم الإقبال على الانتخابات. تمام. وعلى فكرة أنا بحترم اللي بينزل الانتخابات وبيصوت، وبحترم برضو اللي بيمتنع طالما عنده قضية أو عايز يوصل بالامتناع ده رأي معين للدولة المصرية أو للحكومة، لأنه شايف إن الحكومة مقصرة معاه وده حقه. كويس. واخد بال حضرتك؟ السلبية دي أتمنى إنها في المرحلة الثانية تزول، وأتمنى اللي هو عنده قضية معينة كان يطرحها ما بين المرحلتين، وإن لم يجد لها صدى لدى النائب يمتنع، وإن لا صدى ليها لدى النائب ينزل وينتخب هذا النائب. عشان كده أنا بقول إن السلبية الأولى هذه، في إيجابية إن الناس كان عندها وعي في الاختيار بشكل كبير، وكان عندها حس وطني، وأغلب اللي نجحوا كان عندهم حس وطني في المحافظة على مؤسسات الدولة المصرية وكيان الدولة المصرية. لأن إحنا لما نيجي نشوف البرلمان ده ألاقي الخطورة في تشكيله، إن إحنا عايزين تشكيله يساعد بأعضائه يعني ورئيس القادم إن شاء الله يساعد على المحافظة على كيان الدولة المصرية ومؤسساتها. لأن إحنا الحرب اللي بنواجهها حاليا، وحدث الطيار يؤكد ذلك، إن إحنا بنواجه حرب للقضاء على إحدى مؤسسات الدولة المصرية أو القضاء على الدولة المصرية بذاتها. وبالتالي كان في حس جيد للمواطن في الاختيار، سلبية عدم التصويت. الجزئية الثالثة إن أنا بقول للناخب إن الناخب المحترم يأتي بنائب محترم، وإن الناخب القوي يأتي بنائب قوي، وإن الناخب المثقف يأتي بنائب مثقف. أنت بتختار واللي جاي ده صنعت إيديك. طب ليه؟ لأن بعد ثورتي يناير 25 يناير و30 يونيو، أنا بعتبر ثورة 25 يناير عودة الروح للشعب المصري بعد أن ظن الجميع أنه قد توفى ومات وأنه لن يقوم بثورة أبدا. مبارك قعد 30 وجاي جمال يقعد 30، لكن 25 يناير أعادة الروح، 30 يونيو أعادة الوعي. بعد أن خطف الثورة من خطفها، هب الشعب المصري في 30 يونيو ورجع له الوعي واسترد ثورته مرة أخرى. وبالتالي أنا شايف أن البرلمان الجاي ده، أن الدولة أخطأت في تأخيره زيادة عن اللازم، والأحداث الأخيرة بتثبت ذلك، لأن السيد الرئيس كان محتاج لبرلمان قوي يقف جنبه ويسنده، ما يبقاش الضغط كله على السيد الرئيس. هو المنفذ سلطة تنفيذية، هو المشرع بيصرع على القوانين، وبالتالي حتى لو في أخطاء في القوانين أو في التنفيذ كان يتحملها هو جميعا كرأس السلطة التنفيذية. طيب.